السلام عليكم، مرحبا بمتابعين دوت محترف الانميات. اذا في حلقه جديده سنرى طريقه تشغيل مكالمات الواتساب او الفايبر او السكايب. كما نعلم ان شركه الاتصالات الخاصه بالمغرب قامت بحجب هذه الخدمه، ويعني اي شخص يعني من اي دوله اذا كنت تواجه هذه المشكله فمرحبا بك، هذا هو الدرس المناسب لك. الحل سهل، وهو عبر استعمال برنامج في بي ان تقوم بتثبيته على جهازك وتقوم بتشغيل يعني اي تطبيق لتفعيل هذه المكالمات. اذا اخوان احبتي بالله، فاخترت لكم برنامج جميل جدا وجيد هو روكيت في بي ان، رابط تحميله في اسفل الفيديو. اذا عندما تقوم بتحميل وتثبيت البرنامج او التطبيق على هاتفك، قم باختيار البرنامج الذي تريده. مثلا على سبيل المثال تختار واتساب او سكايب او فايبر، مثلا تختار سكايب وتختار بعد ذلك يعني الدولة، مثلا امريكا اسبانيا، ومبروك عليك تفعيل المكالمات في واتساب بهذه الطريقة، فانت تفاديت هذه المشكلة. وفي اخر هذا الفيديو اشكركم على المتابعة، لا تنسوا ان تضغطوا لايك للفيديو، كذلك يدعمونا بالزر سبسكرايب او الاشتراك في القناة، لان هناك المزيد من الدروس والحلقات التي تنتظركم. الى اللقاء.